بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم، تاني يوم من ايام الشهر الكريم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، اعداء الله علينا بالخير واليمن والبركات باذن الله. النهارده ويا رب الايام اللي جايه والشهور اللي جايه ورمضان اللي جاي يبقى احسن حال باذن الله، والغمه ديت تتزال من علينا كلنا. خلينا نشوف النهارده المنيو بتاعنا عباره عن ايه. يعني في رمضان بنعمل حاجات بسيطه وسهله، يعني بنفكر الناس اللي هي تقدر اللي هي تعمله في الشهر الكريم. عندنا النهارده طاجن الكوسه هنعملها بالفراخ، مش هتاخد وقت معانا وسهله جدا، وهنطلع الكوسه اللي احنا مخزنينها من الفريزر وهنبدا اللي احنا نشتغل بيها. وعندنا ارز اصفر هنعمله مع بعض، وبعد كده عندنا الكنافه بالجلاش، وعندنا التمر بالحليب اللي احنا اول حاجه خالص بنعمله دفي الحليب بتاعك او اغليه وسيبيه يدفى، وبعد كده خد التمر قطعيه على اتنين، وبعد كده حط فين في الحليب وسيبيه لوحده، ولو عايزه تحطي معاه جوز هند يكون افضل بكتير جدا. استنى طبعا اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه 1710 من اي تليفون ارضي، 09917 من اي رقم ارضي قدام حضراتكم التليفون الدولي، لو حابين برضو تواصلوا من خلاله، ودي حاجه تشرفنا جدا. وكل سنه وانتم طيبين جميعا. هيبقى معانا ان شاء الله النهارده زي ما اتفقنا راك منور في رمضان، عاملين بيه شغل ان شاء الله برضو كتير. النهارده هنعمل بيه طاجن الكوسه بالدجاج، ونوريه لك ازاي برضو تقدري انت تستخدميه كطواجن مكان الطواجن التانيه اللي احنا ساعات بنستخدمها، نقول ايه الجليز اللي عليها ده ينفع ولا ما ينفعش، طواجن هي الفخار العاديه طب صحيه ولا مش صحيه، لا ده صحي 100%، وهنستخدم فيه ان شاء الله النهارده كل حاجه في الاكل. مستمرين معاكم في مسابقتنا، مسابقه المقدمه من بلاك اند ديكر. قدام حضراتكم الثلاث جوائز لكل اسبوع زي ما اتفقنا، بيجوا جايزه شكل حتى في رمضان. مستمرين معانا مع بعض في الجوائز، ثلاث جوائز سواء الكاتل او الخلاط اللي هو فيه مطحنتين اتنين، والحاجه الجميله ديت بتعقم كل اسطح المنزل 99%، قول 99% بتقتل الجراثيم بنسبة 99%، بتسخن خلال 20 ثانية بالظبط وتعقم لك كل أسطح المنزل عندك، وده الغلاية طبعا أو الكاتل بلاك اند ديكر. ده السؤال اللي قدام حضراتكم، من المكونات الأساسية والرافعة للكيكه السنجية، واحد البيض، اثنين الخل، ثلاثة الليمون. اللي يعرف الإجابة يخش على طول يجاوب من أي موبايل 1-3 7 أو من أي رقم أرضي 09-9-3 7. بكره ان شاء الله هنعمل السحب، بكره باذن الله هنعمل السحب على الثلاث جوائز دول، يعني اخر يوم في الجائزه ديت النهارده باذن الله. خلينا نشوف الكوسه، نزل المقادير بتاعتها. عندي 1 كيلو كوسه انا جبتها من الفريزر وحلتها، وهنبدا اللي احنا نشتغل بيها. عندي طماطم، عندي بهار دجاج، بصل، طماطم، عندي كرات بلدي، عندي زعتر فريش او ناشف هيشتغل معايا برضو زي الفل. هنا هناخد عندي الدجاج بتاعنا، جبت واحد عندي فرخه كده جبتها وقسمتها على ايه على 4 تمام. وبعد كده نبدا ان احنا نتبلها، هنبدا نشوحها، وبعد كده نبدا نعمل لها الخلطه بتاعتها مع بعض واحده واحده. ابص يعني حد فصل الفرن هنا جملها تمام، يعني انا شغلته والله. لا حول يا رب. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش غير رغده. تعالى بقى ناخد عندنا الفراخ اول حاجه نبدا نعملها اهي، بعد ما قطعناها على 4 وغسلناها وظبطناها كويس جدا بالليمون وشويه خل وشويه دقيق، ببدا ان انا اخدها كده هات على 4 كده، وبعد كده ابدا ان انا ايه افتحها عندي بايه بالسكينه زي ما حضراتكم كده شايفين بالظبط، عشان ايه اخلل التتبيله جواها. طيب بعد كده هجيب عندي بوله اللي هنبدا نحط فيها الحاجه ديت، بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح عندي على الكبه بتاعتنا، كبه بلاك اند ديكر زي ما اتفقنا اللي هي بشفرتين اتنين، ونبدا نعمل لها التتبيله بتاعه الدجاج الاول، ده اول حاجه خالص هنبدا نشتغل فيها.
اجيب عندي البصل والطماطم استاذه حبيبه. الو الو، ازيك يا استاذه حبيبه؟ الحمد لله. ازيك، اخبارك ايه؟ تمام، كل سنه وانت طيبه. طب حاولي تسيبينا تاني يا حبيبه، معلش احنا اسفين. كرات يا باشا، ندلع الدنيا كده شويه. ايه، زعتر محترمين. تمام كده اهو، يبقى زعتر وكرات، زعتر وكرات وطماطم وبصل. فين؟ في الكبه سعاده الباشا. ونحطهم كلهم مع بعضهم، وهنبدا اللي احنا ايه، نفرمهم فرم ناعم. نجيب عندي الكرات وكل حاجه، ونروح عندي على الايه، الكبه، ونبدا اللي احنا نشغلهم. الكبه مليانه، ما تقلقيش، كله هيجي وايه، وهيخش عندي في الفرن، لان زي ما قلت لك هي بسلاحين اتنين، فمجرد ما تضغطي الضغطه هتلاقي اتفرمت معاكي زي الفل. سيبي تنزل اهي، شوفي الفرن كله مع بعض. نقوم فاتحينها بقى، لان لسه في بصل كده اهو، ونكمل عندنا التتبيله. احط ايه بقى؟ معلقه مستردة صغيره، جامده جدا على فكره المستردة اللي انت تتبلي بيها. قلت لك قبل كده السمك او الدجاج، شويه بهارات الدجاج. تمام التمام. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من الملح والفلفل، ادي فلفل اسمر. مين يا استاذه؟ يا ملك. وشويه ملح وزيت. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام كويس يا رب دايما. كل سنه وانت طيب يا شيخ محمد. وانت طيبه يا ملك، ربنا يخليكي. انت اللي كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ربنا يخليك يا ملك. امريني يا ملك، سؤالك ايه؟ عايزه اسال على البسبوسه. بسبوسه، حاضر، من عينيا الاثنين. أحلى بسبوسة الأحلى، ملك في الدنيا. مع السلامة يا ملك. مع السلامة. والكنافة، حاضر يا ملك، من عينيا. أعمل لك الكنافة النهاردة، والبسبوسة أعملها لك إن شاء الله للأسبوع ده برضه. تمام أهو. كده. خد بالك الحاجات اللي أنا هعملها بقى إن شاء الله في رمضان، أحاول كل حاجة أعملها لك ني في ني. اشتقنا كده اول يوم والدنيا بقت تمام. كل حاجه بعد كده هنهلك ني في ني. تتبيله وهم، الريحه حلوه جدا. هنبدا نسيبها في التتبيله ديت لمده كام؟ ساعتين اتنين في الثلاجه. معانا مين يا استاذه ايمان؟ اسيل. اسيل. الو. الو، ازيك يا اسيل، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما، كل سنه وانت طيبه. انت طيب. موريني. انت طيب. عايز استفسر على الكب كيك. كب كيك، حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر، من عينيا الاثنين، اقول لك عليه. شكرا ليك. تعالوا بقى نشوف عندنا، هنبدا نعمل عندنا الكوسه ونشوحها ازاي. هو مبدئيا زي ما اتفقنا الدجاج طبعا هياخد وقت معانا في التتبيله، لكن احنا على طول هنشتغل بيه. فاحط عندي هنا الطاسه، هجيب عندي الطاسه وابدا اللي انا ايه، احطها كده فيها شويه زيت. عينيا الاثنين، حاضر. حضرتك مين معايا؟ حط عندي ليه بقى؟ الدجاج بتاعنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه على النبي. ادي الاربع يعني اربع قطع دجاج اللي احنا عملناهم زي ما اتفقنا. هتتبليهم، هياخدوا التشويحه بتاعتنا، وبعد كده نبدا نعمل لهم الخلطه بتاعتهم عندي على النار. الخلطه اللي على النار ايه بقى؟ زي ما اتفقنا كل حاجه تبقى نايف ناي، مش هعمل حاجات مسبكه. فالكوسه هاخدها مع البصل مع الطماطم مع الزعتر مع الكرات مع الحبهان مع ورق اللوري مع كل حاجه، وبعد كده نبدا نسقط لها بقيه المكونات. استاذه دنيا. الو، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه دنيا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عامل ايه يا محمد؟ يا رب دايما الحمد لله بخير. اسمعك في حضرتك طيب. وانت طيبه، سلام طيبين جميعا. في حاله سريعه ربنا يخليك. الله يخليك يا رب، تسلمي. بقول حضرتك عايزه طريقه بلح الشام. بلح الشام من عينيا، وايه تاني؟ لا بس شكرا، عايزاها بس ضروري النهارده. حاضر، من عينيا الاثنين، هنزلك الطريقه. بحب حضرتك جامد جدا والله. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. الصعيد كله بيحبك هنا عندنا والله. يعني سلام كبير لاهل الصعيد حبايبنا واهلنا. الله يخليك يا رب. وقول لهم الشيء محب، قول لكم كل سنه طيبين جميعا. طيب حضرتك. شكرا لحضرتك جدا، شكرا يا فندم، شكرا يا استاذ ديما. الاستاذ جمال باذن الله هينزلك دلوقتي ان شاء الله الايه المقادير، البلح الشام. حاضر تمام. اسحلي كده بقى فوق لي بقى على الصبح عشان ايه ان شاء الله يومنا يبقى جميل كده زيك. بصل اقطعه ايه، اقطعه جوانح، وبعد كده نروح فين يا باشا؟ عندي على في الحله يا استاذه فاطمه. استاذه فاطمه صباح الفل يا استاذ محمد. صباح الفل يا استاذه فاطمه، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا غاليه، الله يعزك. ازاي الاسره كلها الله. وسلامي لماما يوصل. والانس ومامه انس ست، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا ست الكل والله. كل سنه والاسره الكريمه كلها طيبه. وانت طيبه يا فندم، وانت طيبه يا استاذه فاطمه، ربنا يعزك. انا اتصلت عليك بعد حلقه الفطير ثاني يوم عشان اشكرك على الفطير السهل الممتنع ده. الله يخليك يا حاجه فاطمه، الله يخليك يا حاجه فاطمه طيبه، تسلمي. النتيجه كانت جميله جدا يا شيخ محمد. عملتيه طبعا. بالهنا والشفاء، بالهنا والشفاء والله، بالهنا والشفاء. والله العظيم يا شيخ محمد. الله يخليك. اي وصفه بعملها من حضرتك. الله يخليك يا حاجه فاطمه، والله انتوا ناس جميله ما شاء الله والله. ربنا يخليك يا فندم، تسلمي. كل سنة وانت طيب. انا ليه طلب عند حضرتك. ايوه اتفضلي. عايزه اشوف الجرانولا بتنعمل ازاي بايد الشيخ محمد. من عينيا الاثنين، احلى جرانولا في الدنيا باذن الله، قريب جدا اعملها لك. حاضر، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا ليكي. ايه يا استاذ جمال؟ حاضر. طيب ماشي، هحط بس طماطم كده اهو عشان ايه، على ما ترجع من ايه من فصلك ان شاء الله اكون انا خلصت. وبعد كده اقوم واخد عندي شويه من صلصه معجون الطماطم، شويه من البهارات، وبعد كده اقوم منزل عندي الكوسه، نشوح كله مع بعضه وابدا ان انا اقلب. هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنبدا نكمل مع بعض طاجن الكوسه الجامد جدا اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي احنا بنعمل كله ني في ني. بنشوح عند الدجاج وهنبدا ناخدها على الكوسه، هنبدا نديها الميه وندخلها عندنا الفرن هنكمل، ولكن بعد الفاصل. بقى رجعنا لكم بعد الفاصل. بنعمل دلوقتي، بجيب عندي اطباق راك الجميله اللي تقدري تستخدميها. اتفقنا اكل صحي 100%، كله نايف باي زي ما حضرتك كده شايفه. بنشوح الكوسه، بص الكوسه اللي احنا والله يعني مطلعها لك من الفريزر، وقلت لك الحاجه كلها اللي انا هستخدمها من الفريزر هطلعها وهنبدا اللي احنا نستخدمها. باخد عندي الكوسه اهي، وبنبدا اللي احنا نشوحها مع الطماطم، صلصه الطماطم مع الزعتر مع الكرات مع شوية توم مفرومين من اللي احنا برضو مخزنينهم. هنزود ده شوية، كله ني في ني اهوت، اكل خفيف. مش كل يوم مش المحشي، لان المحشي بصراحة كان عامل قلق امبارح، محشي ورق العنب.
وبالفعل مصر كلها كانت بتاكل محشي ورق عنب امبارح. ادي يا باشا شويه الايه الفراخ اللي احنا شوحناهم، وبعد ما تشوحوا انا اديتهم ايه شويه حبهان ورق لوري شوحتهم معاه في الطاسه برضو. الله حلو ده قوي. وبعد كده نقوم واخدين دول برضو عليهم قدام حضرتك ناتج التسويه. اوعي ناتج التسويه يعني، ده يعني ده الطعم كله هتلاقي فيه. تمام، اي حاجه محروقه بس نشيلها مش محتاجينها. بعد كده يا عم جمل هنقوم واخدين عندنا شويه من الشوربه، طبق صحي كوس صحيه. بقول لك كله نايف ني كده. نقوم ايه هزين كده هزتين اتنين وندخل عندنا الفرن طاجن الكوسه اللي احنا عاملينه بالفراخ. وقلنا اول حاجه بس ان انت ايه تتبلي الفراخ، والله تاكلي صوابعك وراها الطبق ده، بس تتبلي الفراخ الاول وشوحيها، وبعد كده شوحي الكوسه مع البصلايه مع الثوم مع شويه الكرات مع شويه الزعتر مع شويه الملح مع شويه الفلفل مع البهارات ومعلقه الصلصه، وبعد كده سيب الميه بتاعت الكوسه تنزل مع الطماطم مع البصل، وبعد كده خديها وحطها في الطبق، حط الشوربه، وبعد كده حط عندك الايه او ميه عاديه يعني ميه سخنه عاديه. كده كده الميه اللي هتنزل من الفراخ هتخلي طعم الكوسه يهبل باذن الله. تعالى ناخد الحاجات دي كلها هي ونروح فين عندي على الفرن. ما تجيبوا نصك يا شباب عشان معلش عايزين صوك هناك اهوت. خلينا نركنه هنا دلوقتي على ما نجيب صاج وندخل نطجن الفرن على طول من غير فويل ومن غير حاجه. هو بالظبط نص ساعه على درجه حراره 180، وبعد كده هنطلعه وهنشوف الكوسه هتبقى عامله ازاي. يا مدام ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك وزي حضرتك كلكم بخير يا رب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مدام ليلى. الله يخليك يا استاذ كل محمد. سنه طيبه. يا اهلا وسهلا. يسلم ايديك على كل حاجه حلوه. ست ربنا يبارك لك. لو سلامي. سمحت يا شيخ محمد. ايوه. معلش انا لا عندي نت ولا عندي اولاد، فعايزه كل حاجه تعدوها وانتوا بتتكلموا. من عينيا الاثنين. وانتوا بتحضروا الحاجه. حاضر. الله يبارك لك انت وكل الشيفات الله يخليك. حاضر من عينيا الاثنين يا حاجه من عينيا الاثنين. ومعلومه ثانيه الله يبارك لك. أيوة. يا رب. انا بتصل بالقناه بتاعت بالمسابقه بتاعت الشيف فاطمه، كنت بتصل من شويه. ايوه. بيقولوا لي دي قناه الحدث وبرنامج مواهب. حصل لخبطه. حاضر هنكلم حاضر دلوقتي هنكلم حالا الشركه. المره اللي فاتت كان حدث مشكله معايا وفي ساعتها اتحلت، فانا هوعد اتحلت خلاص تمام. هما بيبلغوني دلوقتي بيقول احنا اتصلنا لان في كانت شكوى جت قبل كده، فالموضوع اتحل دلوقتي تمام يا فندم. شكرا لحضرتك. صيام بقى وبتاع ايه ونعذر بعضنا في اول يوم. تعالوا نشوف عندنا التمر. اول حاجه عشان تعملي التمر الحلو قوي، انا بعمل حاجه كويسه جدا، بقوم واخد عندي شويه من جوز الهند على التمر الناشف، وبقوم مدفي اللبن مدفي اللبن، وبعد ما دفيه تمام معايا اخد عندي الحليب بس ادفيه شويه. تمام لسه تمام يا استاذ ايمان ما تقلقيش. الحليب بس هاخده كده على النار يا عم جمل ونبدا اللي احنا ندفيه كويس جدا. طيب في بس غطا هنا. ايوه الغطا اهوت يعني بالظبط خمس دقائق وهناخده ونبدا نحطه عندي على الحليب مع جوز الهند. في ناس بتحط الحليب اللي يكون دافي يعني اللبن بيكون ساقع، وفي ناس بتاخده دافي. الدافي افضل بكتير جدا من الحليب يكون ساقع، هتاخدي طعم فعلا محترم قوي. خلاص كده نبدا ناخد الحاجه هي الحليب ونبدا نغطي بيها التمر وجوز الهند. طبعا ايه ظهرت حاجات كتير قوي، موجوده بقى الصوبيا وموجود العرقسوس وموجود حاجات كتير جدا، ويبقى ده رقم واحد على المائده الرمضانيه لينا. ليه؟ لانها سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول عليها ليه الاطيبان، سواء التمر او الحليب الاطيبان الاثنين مع بعض.
فطبعا الحاجه اللي سنه تلاقي لها طعم مختلف تماما، ودي حقيقه. طلع بقى السوبيا، طلعت التمر، طلع العرقسوس، قمر الدين، الا دول يعني حاجه كده ايه يعني، ده من الحاجات الجميله بجد اللي الواحد يقدر ياكلهم كده على الفطار ونشق بيهم رقنا باذن الله. تعالوا بقى عندنا نشوف عندنا الرز ازاي هنعمله مع بعض. الرز اللي نقدمه مع كوسه، عندي شوربه، عندي كاري، عندي كركم، وعندي بصلايه هفرمها دلوقتي. هنزل لكم المقادير دلوقتي ان شاء الله، وتبداوا اللي حضراتكم اللي انتوا تكتبوها عشان هنختم شويه رز كده واوريهم لكم ازاي بنعمله. مين يا استاذ ايمان؟ طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. تمام مفيش مشكله، حط عندي زيت، وبعد كده بقوم واخد. يا مدام غاده، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مدام غاده؟ ازيك يا شيف محمد؟ اهلا وسهلا، عامل ايه؟ والله الحمد لله كله تمام، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه طيبه، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا شيف محمد، احنا بنحبوك قوي يا شيف محمد. ربنا يخليك يا ست غاده، كل سنه وانت طيبه. ولادي كلهم بيحبوك وانت طيب، سلمين عليهم كتير. الله يخليك يا شيف محمد. الله يخليك. الله يحفظك. اتفضلي يا فندم، ليك اي سؤال؟ الله يخليك، احنا بس بنكلموك عشان نقول لك كل سنه وانت طيب، وبناتي عايزين يكلموك. احلى كل سنه وانت طيب في الدنيا والله. الله يخليك. اسمهم ايه طيب معايا؟ معايا هدير وغدير وسلسبيل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويخلي. الله يخليك، احلى بنات في الدنيا، يبارك لك فيهم. الله يخليك. يلا اديني اي حد اكلمه. سلسبيل. يا سلسبيل، الو، اسمك حلو قوي. الشيف محمد. اسمك جميل قوي يا حبيبتي الشيف محمد. الحمد لله. عندك كام سنه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي، عندك كام سنه بقى؟ أربع سنين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك البابا وماما. أنت كمان. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا. البنات لما تبقى كتير كده البيت بتبقى جواها جميل. ربنا يخليك يا ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. ربنا يخليهم لك. شكرا لحضرتك جدا. مع السلامة. هنا أقوم واخد عندنا الإيه؟ البصل. حاطينه هنا. طيب هناك بس عم الخل جمل، احط عندي حليب عشان هعمل الكريمه اللي انا هعملها للحلو، فاحط عندي نص لتر كده من الايه من الحليب، ونسخنهم عندي على النار، وعلى ما يسخنوا كده ويروقوا هنجي لهم دلوقتي. هنا البصل اللي انا بعمله فين للرز، احلى شويه رز تعمليهم، لو عندك مكسرات ممكن تضيفي مكسرات عليها تطلع معاكي محترمه جدا. اشوح معاهم شويه من الكاري وشويه من الكركم ومسامح وشويه الملح اهم مسامح مسامح. الو، ازيك يا مسامح؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اخبارك؟ كل سنه طيبه يا شيخ. وانت طيبه يا ست الكل، بارك الله فيكي. ربنا يعود عليك يوم بخير. علينا وعليك يا رب، وعلى الامه الاسلاميه كلها، وعلى الناس اللي بيسمعونا. لو سمحت عايزه طريقه الكنافه المحشيه والبتاع القطايف. احلى كنافه محشيه، اعمل لك دلوقتي صينيه كنافه بالجلاش، هتاكلي صوابعك وراها. تسلم يا رب. تمام يا ست الكل، تمام، شكرا لحضرتك. هنبدا فيها ان شاء الله الايه الفصل اللي جاي، واوريها لك هتبقى عامله ازاي. هنا الناس اللي بتحب الرز يكون مصفر، فبديله بصلايه، بصلايه مفرومه مع شويه كاري مع شويه ايه كركم وشويه الملح. اروح فين؟ مشغل الكاتل بتاعي. تمام. وهنا احنا حاطين في اطباق راك الاطباق الطبيعيه الجميله اللي هي اماراتيه الصنعة، صحيه جدا. قدام حضرتك اهي في الفرن الكوسه مع كل حاجه، حتها حلوه قوي. نسيبها عندي على فين في الفرن لحد ما تبدا اللي هي تستوي، ونبدا اللي احنا نطلعها مع بعض. شغلنا الكاتل بلاك اند ديكر، تعالوا بقى نشوف عندنا هنبدا نشتغل عندنا ازاي دلوقتي. اقوم واخد عندي الرز، طبعا الكميه كبيره على الحله بس كده.
يا استاذه منى. الو الو استاذه منى، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. الو ده كله بخير. الو الو يا استاذه منى، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي موزه. موزه مش منى، موزه. اه استاذه موزه، اهلا وسهلا. ابا نسيب اكله حق عمر مختشفنا نقدر نسويها. حاضر، من عينيا الاثنين، وكل سنه وانت طيبه، ولو ليك اي سؤال تاني تحت امرك. اوكي انت طيب. الله يخليك يا فندم، سلامي لكل الاسره اللي عندك، وسلامي لكل شعبنا واهلنا وحبايبنا في الامارات. شكرا يا فندم. في رعايه الله، مع السلامه. هنعيد دلوقتي طريقه الكوسه. حاضر، بالدجاج للاستاذه منى من الامارات، وان شاء الله هقول لك الطريقه عباره عن ايه دلوقتي مع المقادير. استاذه موزه، تمام. بصي ادي خلاص حطينا الماء سخنه. لازم اهم حاجه يعني تكون عقله الصابع تكون كتير قدام حضرتك اهيت. بصي البسماتي بياخد ميه زياده، تمام. اقفل على ديت. كنت بس عندي حاجه قبل ما هطلع فاصل. الحليب خلاص يا جمال هعمله في ثانيه. ازاي بقى بيتعمل؟ بجيب عندي ميه، بالمناسبه انا بحب اشكر كل الناس اللي كلمتنا على السوشيال ميديا وكلمتنا على الفيديو، بفضل الله وطبعا بفضلكم ودعمكم ليا. ده حاجه كويسه جدا والله بجد، الواحد بيبقى فخور بيها. الفيديو وصل 15 مليون، يعني من اكتر الفيديوهات اللي انتشرت خلال الايام ديت. بفضل الله الفيسبوك بعت لي امبارح رساله، الفيديو ده بقى رقم واحد في الشرق الاوسط كترند. ففضل طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وطبعا بدعمكم ليا، الفيديو وصل للرقم ال 15 مليون اللي موجودين على الصفحه. فيديو بسيط، ومش اول مره بنجيب اول مره فعلا اجيب الرقم ده، لكن في فيديوهات تانية جابت ارقام تانية كتير. لكن بصراحه الفيديو ده كان غريب شويه، اللي هو انتشاره كان غريب، كنت متفاجئ بيه جدا. فبشكركم جدا بجد على دعمكم ليا. هنا النشا، 3 معالق كبار من النشا كده اهوت في ميه ساقعه. يعني ما ينفعش يبقى في ميه سخنه، لازم في ميه ساقعه. ونروح فين يا عم جمال؟ عندي على الحليب اللي عندي على النار، ونبدا اللي احنا ايه اهو نربطهم على النار. ايه بقى يعني ايه اللي انا هعمله؟ الطريقه اللي قدامك ديت دي. بص بقى الجمال ده، بشوقك للفصل اللي جاي. هناخد فصل كده ونبدا نشتغل. الموضوع ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن جلاش وكريمه وكنافه وموضوع كبير، ده اللي هنشوفه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وزي ما انتم شايفين يعني بنبدا نشتغل عندنا. اوطي بس النار على الايه الباشا الكبير قوي. ادي عندنا الايه بسم الله الرحمن الرحيم. الرز يطلع معاك حاجه لوز، اللوز اهوت، يديله تقليبه ونبدا نهدى عليه النار خالص، يبدا يستوي معايا ونبدا نقدمه. اسف، مع الايه مع الكوسه طالع مفلفل وزي الفل. نبدا نختمه عندي على النار وتمام التمام.
هنضف بس حواليه كده عشان ايه، لان للاسف لو اي رزايه وقعت على العين البوتاجاز ايه اللي هيحصل؟ هتشمي طول ما انت شغاله ريحه شياط ويحسسك ان في حاجه بتشيط جوه الحله. وهو الفكره اللي هي يعني لو واحد بس رزايه وقعت على الشعله تفضلي شامه ريحه الشياط ده اللي فيه مشكله. فاقوم مغطي عليها ومظبطها. طيب هنا الكوسه عندي على النار، في الفرن مطلعينها في اطباق راك. وتعالوا نشوف عندنا الجلاش اللي احنا زي ما اتفقنا هنعمله دلوقتي بالكنافه ونشوف ايه الاخبار. هنطلع بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، حضرتك عندك حاجه بقى دي تعمليها كده وتصفيها، لو في اي سمنه زياده هتنزل. انا مش حاطط صراحه. ها ايه الاخبار؟ لا مفيش، فاضل اللي هي هتقع كده مني، فانا اكيد مش هوصل للدرجه اللي انا هوقعها. فهي طالعه سخنه كده بنعمل لها عندها، عندنا الشربات التقيل البارد، عشان لان لو عملت، هو ليه بنقول تقيل بارد يا جماعه؟ عشان بحيث حضرتك لو انت عملت الشربات ده خفيف وساخن هتلاقي الجلاش معاك يبقى طري، ما بقاش جلاش خالص. ولازم اول ما تطلع تتسقي معايا. هو رمضان ايه من غير كنافه وجلاش يا جدعان؟ احب انا اشتغل عشان الصوت ده بس. اكتر حاجه بحبها في الحلويات الشرقيه صدقيني والله ما بحبش اكلها اكتر ما بحب ان انا اسقيها وهي طالعه كده من الفرن. تمام جدا. طيب بعد كده بنبقى عاملين ايه بقى؟ نروح عندنا عشان نعملها ونبدا ان احنا نشتغل بيها. فاول حاجه بقوم واخد عندي السمنه وببدا ان انا اخدها عندي على النار او على البوتاجاز. سمنه بلدي اهو. قلت لك قبل كده الحلويات الشرقيه هي سمنه، الحلويات الشرقيه هي سمنه، نوع سمنه. هي في الاول وفي الاخر الجلاش دي عباره عن ايه ولا الكنافه دي عباره عن ايه؟ انها عباره عن دقيق، دقيق ونشا وميه الجلاش وعندك الكنافه. فاذا ايه اللي هو الحاجه الجوهريه اللي هي بتفرق معاكي؟ الصنعه معاكي في كل ده لا اختلاف عليها، لكن هو اللي بيخلي الحاجة طعمها حلو الحشو نفسه بتاعها، وفي نفس الوقت السمنة، هي السمنة. عشان كده لما تيجي تاكل بسبوسة بتلاقيها مختلفة من ايد ده لايد ده لايد ده. تروحي في مكان يقولوا والله ده المكان الفلاني الفلاني بيبيع بسبوسة حكاية. صنعة بس في نفس الوقت هي السمنة. السمنة لو هي بلدي هتلاقي الموضوع الشرقي، الحلويات الشرقية مختلفة تماما. طيب تعالوا سايح عندنا السمنة قدام حضرتك، هي السمنة البلدي. ونبدا اللي احنا نجيب عندنا الصينيه. استاذ وليد ازيك؟ السلام عليكم. استاذ وليد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ وليد، ازي حضرتك؟ السلام طيب. وانت طيب يا باشا؟ والله انا طالب من سعادتك حاجه، يعني انا تعبت وغلطت بصراحه. يعني ليه يا عم تعبت ليه وغلطت ليه؟ اتفضل قول بس شكوتك ايه. انا يعني محتاج المساعده. تمام. طب انت حضرتك ساكن فين؟ نعم. مساعدة من ناحية إيه بالظبط؟ أنا حضرتك أنا ماضي على نفسي وصولات ب5000 جنيه، يعني معرض إن أنا ممكن أتحبس في لحظة. تمام. بس فمحتاج إن حد يساعدني. طيب أنت حضرتك ساكن في القاهرة، سيب رقم تليفونك وإن شاء الله بإذن الله يعني أهل الخير يتواصلوا معاك. شكراً، وإحنا في شهر كريم، شهر كل الناس بتحب تعمل فيه خير. فسيب رقم تليفونك وإن شاء الله خير. الله صلاة النبي. أنا بقول لك بقى كله أكل صحي في صحي بقى. نيف نيف، مفيش حاجة سبكتها ولا صلصة سبكتها عندي على النار ولا أي حاجة. الكوسة والفراخ وكله متشوح مع بعضه ونقدمها بالشكل اللي حضرتك كده والريحة اللي إحنا شامينها ديت بالهنا والشفا. تعالوا هنا بقى نشوف هنبدأ نعمل عندنا الكنافة بالجلاش إزاي. آدي خدنا الكنافة بتاعتنا السمنة، دي أهم حاجة زي ما اتفقنا في الصينية من تحت. وبنبدأ نعمل حاجة اسمها نبصم. نبصم الكنافة. وقلنا قبل كده يعني إيه تبصيم، اللي أنت بتمسكي الكنافة كده
تمام اهيت. لما انت بتحط ايديك كده هي عشان كده اسمها تقول لك ايه نبصم الكنافه. اللي انت حضرتك لما بتحط الكنافه كده وتضغط عليها باطراف صوابعك فعشان كده من ايه طلعت من هنا كلمه التبصيم. تمام. صلى على النبي بقى يا عم جمال عليه الصلاه والسلام كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام كده تاني مره وسيبنا اشتغل. ايوه ايوه كده عشان ايه يومك يعدي ان شاء الله كده على خير. حطينا الكنافه تمام التمام. هنبدا نعمل ايه يعني احرف من الكنافه على الصينيه. ده اهم حاجه في الموضوع بقى يعني شويه حروف كده بنبدا نعملها بشويه كنافه صغيره على الصينيه كده من الجنب. وبعد كده نقول ايه فاكرين الكريمه اللي احنا عملناها. تقدري تحطي على الكريمه دي على فكره مستكه ونقدر نحط عليها ماء ورده او ماء زهر. اهو تمام كده. حطينا بقى ايه ادي اقوم واخد عندنا الكريمه اللي احنا عملناها بالنشا. قوم ايه موزعينها كده ماشي تمام. وبعد كده ايه يا باشا فستق عليها من فوق اهيت. بص الكلام الله 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 تمام جدا تمام. وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى فرشه بسيطه جدا من ايه من السمنه تروح تعملها النهارده ماشي. نقوم واخدين اول طبقه من الجلاش ماشي. قال لي خدها بيقول لي اعملها ليه. طب ما انا اخدها وانا ماشي ديت. فكره جميله حب ابراهيم مصورين الجمال بصراحه اللي انا بعت لهم تحيه طبعا هو المصورين الموجودين معانا التانيين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. فقال لي ايه يعني ليه تجيبها لي واعملها. طب ما تجيبها لي وانا ماشي اخدها. فكره جميله يا محمد. استاذ عبد الرحمن يا استاذ عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الرحمن ازيك. الحمد لله بخير. ازيك يا شيخ محمد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله يخليك. كل سنه وحضراتكم جميعا بخير. وانت طيب ربنا يخليك صحه والسلامه. الله يخليك يا استاذ محمد. حبيت اسالكم كل سنه وحضراتكم كلكم بخير. الله يخليك يا استاذ عبد الرحمن. تسلم لي يا غالي تسلم لي. الله يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. خلاص يا باشا اهوت انا خلصت بقى. بنعمل كام طبقه بقى؟ ست طبقات. اهم حاجه هي فرشه بسيطه جدا من السمنه اللي انت بتشوفيها ديت. وبعد كده نقوم واخدينها ونروحين فين مقطعينها. بس قبل ما نقطعها نسيبها تجمد شويه. فاهمه الفكره دي؟ هوريها لك بسرعه كده. ظهر السكينه كده ونبدا ان احنا نشيل عندنا كويس جدا الاحرف اللي موجوده من الجلاش. وبعد كده بظهر السكينه كده اهو نسكن الكنافه مع الجلاش بقى. دي الخطوه المهمه. بص حضرتك نصيحه مني بقى يعني احمى سكينه عندك السكينة الحامية جدا اللي عندك دي اللي هنقطع بيها عشان الجلاش ما يبوظش من الايه الكريمة ما تبوظش من الايه من الجلاش بنغلط كتير فيها. فايه الحل بقى اللي انا بعمله كشيف؟ بحطها في التلاجة لمدة بالظبط نص ساعة. يعني بقوم واخدها كده قبل ما اقطعها نص ساعة. بعد نص ساعة بقوم مطلعها وببدا ان انا اقطعها. ايوه بعد نص ساعة اطلعها وابدا ان انا اقطعها. احلى كلام اسمعه في رمضان. هنكمل ولكن بعد الفاصل.
زي ما انتم شايفين الرز زي ما انتم شايفين اهوت قدامكم فلفل زي الفل، قدمه مع شويه الكوسه اللي احنا عملناها الني في ني واللي احنا خزناها وطلعناها قدام حضرتك مسكره. بجد هتلاقي حاجه مسكره، انا ما دقتش طبعا يعني مش هندوق، لكن هي هتبقى مسكره طبعا لان الحاجه الاكل ني في ني طول ما بيبقى طعمه احلى بكتير جدا. هنا الفستق اللي احنا عملناه طحناه شويه باودر وبدانا. عايز اوريك حاجه بس في ثانيه يا جمال عشان هنختم. الكنافه استوت ولا لا؟ هي دي الفكره بقى. لو عملنا كده تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا الكنافه عامله ازاي، بصوا الكنافه واللون بتاع الكنافه عامل ازاي. يبقى الكنافه مستويه والجلاش نفسه مستوي كمان. تقوم واخداها كده اهيت تمام، تقوم حطاها وحط عليها شويه فستق من فوق. احلى رمضان في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين. وده الشكل النهائي عندنا للجلاش بالكريمه. نتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. بدانا كده برمضان نسخن بالبطايه وبعد كده دخلنا بالكوسه بالدجاج. هنعمل لكم منيوهات بسيطه وسهله. عملنا التمر النهارده بالحليب، عملنا جلاش بالكريمه، عملنا الرز بالكوسه وعملنا الرز الاصفر. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، ما تكونش فيها لخبطه، الناس كلها تكون استفادت. مشينا بالحلقه واحده واحده، منيوهاتنا تبقى بسيطه ان شاء الله من هنا ورايح لحد اخر رمضان. ربنا يعود علينا الايام باذن الله بخير. وقد ايه الواحد بيبقى حزين لما يلاقي ناس وشباب عندهم صحه وعواجيز بيصوموا وشباب بلاقيهم فاطرين. قد ايه الواحد بيخجل منهم وهو بيبص لهم. فاذا بليتم فاستتروا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.